السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامج لعبة الكراسي. ضيف حلقة هذا اليوم الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق. دكتور حيدر مرحبا بك. أهلا مرحبا بكم. حياك الله. حياك الله دكتور. رئيس ائتلاف النصر ومرشح رئاسة الوزراء المقبلة، أقدر أعرفك بهاي الصفة؟ لو شنو الصفة اللي في ذهنك تكون في قادم العملية السياسية؟ يعني أنت مواطن ولك حق التصويت وإعلامي ومن حقك أن تصف ما تريد. طيب. وهذه بالأخير هي إرادة المواطن. الانتخابات القادمة يحددوها المواطنين. المواطنين إذا اشتركوا بأعداد كبيرة واختاروا اختيار معين راح يتنفذ خيارهم. إذا اختاروا خيار آخر ليردوا راح يتنفذ. يعني بالأخير أصواتهم، وإذا ما شاركوا أيضا خيارهم راح يتنفذ. اللي هو تنازل عن صوته إلى صوت القلة اللي راح تتحكم به. وهو أيضا خيار، فبالأخير المواطن هو اللي يختار. اليوم خيار الناخب، خيار المواطن ينفذ 100% لإفراز عملية سياسية جديدة. 100% بمعنى نعم كل أصواتهم بس الأصوات مو موحدة، يعني قسم ينطي صوته لهذا وقسم صوته لذاك. فهذا بالمعنى نعم ينفذ، ولكن المواطن بالأخير هو اللي يقرر وين يتجه أكثر أصواته. يريد ينقذ البلد، إحنا ندعي عندنا رؤية وعندنا يعني تراك ريكورد أو سيرة سابقة نقدر ننقذ البلد باتجاه صحيح ونعبر هاي المرحلة الصعبة. يريد المواطن يثق بهاي ويعطينا صوته، أهلا وسهلا به نقدر. إذا لا وثق بغيرنا خلي يستلم غيرنا وجرب غيرنا أين أوصلونا. وين وصلونا غيرنا؟ يعني شفت اليوم العراق النفط ده ينباع فوق $70 للبرميل. أنا خلال 3 سنوات النفط دون 45 أو دون 40. عفوا للتصحيح دكتور، صعد عن 80. يعني داعش معدل هالايام اليوم يمكن هاليومين صعد فوق 80 اليوم. هي هاليومين اي صحيح. بس اقول كمعدل من بدايه السنه لحد الان النفط بحدود تقريبا $70 للبرميل تقريبا من بدايه السنه لحد الان. نعم الان يصعد، ومع ذلك شفتوا انتم صار تخفيض الدينار، افقار اكثر للمجتمع العراقي لتخفيض الدينار، صعود السلع بشكل مو طبيعي، غلاء المعيشه بشكل مو طبيعي، وهذه عقوبه للانسان. احنا ما سوينا، فاقول اكو رؤيه اخرى لطريقه النهوض بلد. مو طريقة معاقبة الناس حتى احنا عود نوفر فلوس. حتى توفر اموال يكون بعينك الناس. يعني هسه هذه موضوعة افقار المواطن العراقي ما تعتبر تحتسب على حضرتك المحترم على انها دعاية انتخابية للنفس. شنو الفكرة اللي ذهبنا بها لافقار المواطن فيما يخص تخفيض سعر الدينار العراقي؟ هو بين الحق والباطل 4 اصابع هو ادعاء بالاخير. عمليا الان اكثر الناس تعاني من صعود الاسعار بلا مبرر. وما الذي افاد الموازنه بالاخير؟ حتى تجيب الدنانير اضافيه، انت تجيب دنانير بس على حساب المواطن، تجيب دنانير الموازنه حتى تخدم المواطن مو حتى على حساب المواطن. انا على حساب المواطن صارت صعود الاسعار ضد مصلحه المواطن، وهذه للاسف كثير من الاحزاب الرئيسيه دفعت رئيس الوزراء بهذا الاتجاه حتى يوفر دنانير للموازنه، وبالاخير الاحزاب تصير أغنى مقارنة بالناس. طيب دكتور العبادي، فيما يخص رئيس الوزراء المعلن أنه القادم السياسي تفرزه الانتخابات، سؤالي هنا حسب توقعك ورؤيتك السياسية سنشهد الولاية الثالثة للسيد نور المالكي، الولاية الثانية دكتور حيدر العبادي، تكملة للسيد مصطفى الكاظمي، الولاية الأولى للتيار الصدري؟ الصراحة السياسية شنو توقعك رؤيتك للقادم القريب؟ طبعا أنا أنتظر هذا من الإعلاميين أن يعطونا تحليلهم. أنا مو محلل. هسه تحليل أوكي. أنا مو محلل بس أنا عندي مسؤولية. أنا أقول لدينا رؤية. أنا سألتك رؤيتك. ولدينا إرادة ولدينا خلفية سابقة نستطيع أن ننقذ البلد، هاي واضح عندي. طيب. ما عندي شك فيها. ولكن الآخرين كل واحد إلى طموحه ومن حقه أن يطرح طموحه من حقه، بس الناخب بالأخير يحقق. حتى إحنا نريده الناخب راح يختار مو إحنا. الناخب راح يقرر هل يريدنا أن نكمل عملية الإنقاذ اللي سويناها سابقا ونعبر بالبلد إلى بر الأمان بل إلى بر التقدم. بالأخير لا أنا ولا أنت راح نقدر. صندوق الاقتراع راح نعم صندوق الاقتراع الأصوات راح تتوزع أنا معك، بس بالأخير ثقل القائمة اللي أنت بيها راح تحدد أيضا ما هو دورك في العملية السياسية القادمة. لمن الأثقل اليوم؟ المواطن راح يقرر، لمن يعطي صوته بالأخير.
أنا أقول بشكل واضح أدعو المواطن إلى المشاركة في الانتخابات بقوة مهما يكون رأيك، ما يخالف حتى لو تتصوت لغيرنا، بس اشترك. إذا تشترك راح تنقذ صوتك، تنقذ العملية السياسية، وتصير العملية السياسية أقرب إلى تمثيلك. إذا ما تشترك راح تمثل غيرك ما تمثلك. طيب اليوم أكو هواجس ومخاوف لدى السيد العبادي مثل ما هي موجودة هذه الهواجس والمخاوف لدى آخرين فيما يخص الانتخابات القادمة، يعني ستمر هذه الانتخابات بشكل سليم أن هنالك منغصات لا سامح الله ستحدث في الانتخابات القادمة؟ نعم عندنا قلق شديد، أنا ما أخفيك. من ماذا؟ عدة أمور. أولا تحتاج أن توفر الأمن لجو انتخابي صحيح للمصوت، للناخب وللمرشح أيضا. الكلام هل الدولة قادرة فعلا توفر مثل هذا الأمن؟ الآن إحنا نعرف كثير من المرشحين يخشون يطرحون أنفسهم في بعض الدوائر تهديد، وهذا خلل اعتبراني. الأمر الثاني في يوم الانتخابات هل راح يصير تهديد لمرشحين معينين؟ مثل شنو التهديد؟ ابتزاز لهم، تهديد يمنعوهم إذا مرشح يريد يصوت غير مرشح، يهددوه في مراكز انتخابية، يهدد من قبل جماعات، من قبل ناس، من قبل مراقبين تابعين لأحزاب. هذه دور المفوضية في داخل الدائرة الانتخابية أو المركز الانتخابي، ودور الحكومة خارج المركز الانتخابي. هل الحكومة والقوات الأمنية قادرة أن تفرض مثل هذا الأمن؟ تعرفون القوات الأمنية ضعفت عما كانت عليه سابقا بسبب ما حصل من مظاهرات، من كلام، من اتهامها بأنه قتلت متظاهرين. أكو ضعف واضح وتلاحظه في الشارع وتلاحظه في المحافظات. هذا أظن تحدي خطير. تحدي الآخر، هل الأحزاب ستلتزم بوثيقة السلوك الانتخابي الأخلاقية أنهم ما تعتدي على الآخر، ما تستخدم الكذب، ما تستخدم الاحتيال؟ من خلال معطياتنا من المفوضية ومن الفريق الدولي اللي يقولون كثير من الثغرات اللي كانت في الماكينة الانتخابية، هذا دعشي فني اللي هو السايبر، اللي هو النقل عبر الأثير، اللي هو الأجهزة الإلكترونية الموجودة، يقولون كانت بها ثغرات سابقا أكثرها تم إغلاقها. زين كم من هذه الثغرات بقت؟ هل بقت هناك ثغرات؟ هل هناك من يحاول يستفيد من الماكينة الانتخابية الإلكترونية لمصالحها بالبرمجة وبغيرها؟ يأكدون الآن هذه ضعفت إلى درجة كبيرة وصعب التلاعب بالنتائج من خلال الماكينة الإلكترونية اللي هي الجديدة بث العملية الانتخابية. جيد جدا. ولكن تعرف أكو جهد بشري بالقضية. من هو هذا الجهد البشري؟ هل المفوضية مستقلة بدرجة كافية في هذا الإطار؟ نعم، أنا مع احترامي للسادة القضاة اللي كانوا قضاة هم الآن مفوضين، هم يقولون اعذرونا ليس لدينا خبرة فنية، وإنما الموظفون يخبرونا في الجانب الفني ماذا يحصل. وهذه تمثل مشكلة، يعني مشكلة مو القضاة، المشكلة أن البرلمان قرر أن يختار قضاة ما عندهم أي خلفية علمية وخلفية فنية عن الشيء الانتخابي، وكأنه نريد نرميها براس القضاة. وأنت الآن إذا تختلف مع القضاة تروح للقضاة للقضاء، فأنت كأن فيك الخصام وأنت الخصم والحكمه. هذه أيضا مشكلة. وأنا أدري كثير من القضاة ما مرتاحين، حتى مجلس القضاء الأعلى غير مرتاح، يقول وضعتونا في موقف صعب، كأنه أي خلل بالانتخابات يرمى علينا، وإحنا القضاء المفروض حكم نحكم بين الناس، مو المفروض إحنا جهة توجه لها الاتهام. هذا أعتبرها مشكلة وفعلا مصدر قلق لنا. طيب موضوعة رئاسة الوزراء المقبلة دكتور، كنا نتحدث عن هذه التفصيلة وتطرقت في سياق حديثك إلى المفوضية ودور المفوضية والقضاء. تأويل تيار الصدري شديد وثقتهم عالية فيما يخص كرسي رئاسة الوزراء القادم أو من يأتي به الصدريون، تعتقد أصبح أمر واقع لو مجرد حديث تكهنات فيما يخص الفترة المقبلة؟ من حقهم أن تكون لكم ثقة، يعتبرون لهم جمهور ولهم قاعدة ثابتة بغض النظر عن الأمور الخارجية التي تحصل. ولكن تعرف هاي عملية انتخابية، النظام الانتخابي لا ينتج كتل كبيرة، ينتج كتل متقاربة، يمكن ربما 4-5 كتل أو 6 متقاربة مع بعض البعض الآخر، فلا يمكن لكتلة واحدة أن تفرض إرادتها على الكتل الأخرى، فيجب أن تبني متحالفات منطقية
تحالفات بين الكتل. من الذي سينجح في بناء هذه التحالفات؟ وأي تحالف تبني يكون تتنازل ولا كلها شروطك الآخرون لن يتحالفوا معك. هذا مو بس للتيار السطحي، هذه الجميع الذين يريدون أن يتحالفوا. فأنا أتصور هذا جزء من الكلام الانتخابي الآن لتشجيع جمهورهم على الخروج الانتخابات. بس أنا أعلم أن الأخوة بالتيار السطحي يعلمون جيدا عليهم أن يتفاهموا مع الآخرين، لا يمكن أن يقوموا بأي شيء لوحدهم. خلنا نوقف هنا. شنو تقصد التفاهم مع الآخرين؟ بمعنى يجب أن تكون هناك تحالفات. تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر، هي ليست الكتلة الانتخابية الأكبر، لأن حسب الدستور الكتلة النيابية الأكبر، النيابية بمعنى التي تتشكل في البرلمان. وفعلا حكم المحكمة الاتحادية هي الكتلة التي تتشكل في اليوم الأول من انعقاد البرلمان، يعني مجموعة تحالفات بين الكتل سواء كانت كتلة انتخابية واحدة أو مجموعة كتل متحالفة. هنا راح ينتج كتلة أكبر. من الذي ينتج هذه الكتلة الأكبر؟ ما هي شروط نتاج الكتلة الأكبر؟ ويجب أن يكون تفاهم بين الكتل من الآن حتى نمر بالبلد بسرعة بدون الإساءة لصوت الناخب. صوت الناخب يجب أن يحترم، هو راح يقرر طبيعة التحالفات القادمة. بس علينا مسؤولية أن نمرر التشكيلة الحكومية بأسرع ما يمكن كي لا تستمر فترة الضياع وفترة عدم الاستقرار في البلد. لماذا الكثير يذهب إلى أن رئاسة الوزراء القادمة ستحدث خلافات سياسية كثيرة؟ ومن الذي يستطيع إطفاء الخلافات السياسية المحتملة أصلا؟ يعني الشيء ممكن يطفي الخلافات إذا صارت مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة، راح تقلل من الخلافات كثيرا، المواطن راح يكون إلى رأي. أما إذا كانت المشاركة ضعيفة بالتأكيد رأي المواطن راح يبتعد، معناه لأن جمهور الأحزاب فقط شارك بالانتخابات، معناه الأحزاب هي التي تقرر ليس الجمهور. وهذا أولا. فالجمهور إذا شارك بسعة له القدرة على أن يقلل فجوة الخلافات. والأمر الثاني وعي الكتل السياسية أنفسها. هل يمكن الكتل السياسية أن تبقى تصر على مصالحها الذاتية، على امتيازاتها، أم مصلحة الوطن هي الأكبر؟ يعتمد أنت شلون تنظر لها. اليوم الكتل تجاوزت هذه النقطة لو بعدها حاضرة؟ لا بعدها غير تجاوزت. أكو عندنا مشكلة في شخصية الإنسان عندنا. أنا يمكن دا أذهب أبعد. شخصية مواطن العراق بصورة عامة أو شخصية سياسية؟ هي الكتلة السياسية من أين؟ من مجموعة مواطنين. تتكون مجموعة مواطنين. أنت لو تنظر للغرب، الغرب أيضا عندهم حاجات ذاتية، أيضا عندهم مصالح ذاتية، بس رؤيته أنه لا يحقق مصالح ذاتية إلا من خلال مصلحة الآخرين، من خلال مصلحة المجموع. يقول لك ما ممكن أن أعيش برفاه إذا المجتمع فقير، إذا المجتمع يعيش إرهاق اقتصادي كبير. يكون المجتمع يترفع اقتصاديا على المستوى الاقتصادي يتحسن. ما ممكن أعيش في أمن إذا المجتمع أمنه بخلل، ما ممكن أكون غير آمن. فيحقق أمنه من خلال أمن المجتمع، يحقق رفاه اقتصادي من خلال رفاه اقتصادي المجتمع. عندنا للأسف اللي هو الشعور الذاتي، لا أنا ولا غيري، ما دام أنا عايش فإن مت عطشانا فلا نزل القطر. وهذا الشاعر اللي هو ينظر بعين بؤس، بعين يعني سلبية جدا إلى الواقع المعاش. هذا نظرة للأسف لا زالت موجودة عند الأحزاب، أنه هو يريد يجد حصته، مو نجاح النظام السياسي، نجاح الدولة. أنا أقولهم في الاجتماعات الخاصة، أخوان نجاح العملية السياسية ونجاح الدولة ترى نجاح لكم أيضا، وضعكم يكون أفضل. لا تفكر تخسر شم مقعد منا، تخسر شم نفوذ منك، تخسر مقاعد هنا، مناصب هناك. وإذا انهار الوضع ترى ينهار على الجميع وينهار عليكم أيضا. هذا الحديث تتحدثوا باجتماعات خاصة بكم يعني مثلا؟ نعم نتحدث. شنو اللي يدور بهذه الاجتماعات خصوصا هذه الأيام بصراحة؟ يعني جزء من الكلام هو هذا، أنه هذه الآن تحدي خطير. إذا الناس فقدت الثقة بالعملية السياسية، العملية السياسية سيكون مرورها أصعب. لا الطبقة والقوى السياسية والأحزاب تؤمن بأنه المرحلة خطرة؟ لوش اللي دا سمع الآن، نعم عندها الإيمان، عندها الشعور. الكلام وين؟ الكلام هل يمكن لكيان هذه الأحزاب أن تتخلى بدرجة معقولة أو بدرجة عالية عن مصالحها الذاتية؟ هذا اختبار. رجعنا لنفس المربع. يعني أنت هواي ناس تحكي وياهم مثل يحكي لك مثل، بس هو قادر أن يتنازل عن مصالحها الذاتية من أجل مصلحة المجموع؟ ما أقول يتنازل لي ولا يتنازل ذاك، يتنازل من أصل أجل مصلحة المجموع باعتبار مصلحته في المجموع. هل عندها الرؤية؟ هل عندها
عندها هذا الوعي؟ لحد الآن أظن ما بلغنا إلى قمة هذا الوعي، بس أنا أرى هناك تطور، هناك شعور عام عند الكتل والأحزاب أنه إذا ما ننقذ الوضع كلهم خسرانين، وهذا زين، شعور جيد، أنه صار هناك شعور بالمجموع، بس بعد ما تطور إلى شعور جدا عالي بالمسؤولية العامة. طيب يعني كل ما نتحدث عن رئاسة الوزراء دكتور العبادي يأخذنا الحديث إلى 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 رئاسة الوزراء الصدرية وثقتهم بنفسهم، ما يعني لو أحصل رئاسة الوزراء هذا اللي نسمعه من الصدريين. لكن الحديث عن رئاسة الوزراء الصدرية يأتي سؤال يفرض نفسه، السيد نور المالكي أيضا طموحه ونواياه لرئاسة الوزراء، السيد الصدر السيد نور المالكي برأيك لمن يعني غلبة الأقوى لمن ستكون فيما يخص كرسي رئاسة الوزراء؟ أعرف انتخابات وما تفرزه الانتخابات، لكن هذان الاثنان ما ممكن أن نحدد بهذه العجالة، بس لا يمكن لجهة واحدة أن تفرض أو تختار رئاسة الوزراء، أنا أؤكد ذلك، لا يمكن. يجب أن تتعامل مع الآخرين، يجب أن تتفاهم مع الآخرين، لا يمكن إلا حسب الرؤية الانتخابية الآن لن تكون هناك كتلة كبيرة قادرة أن هي تقرر من هو رئيس وزراء، يحتاج أن تتفاهم مع الآخرين. الجمهور ممكن يلعب دور كما ذكرت، يلعب دور في عملية الاختيار، إذا شارك بكثرة وبقوة في هذه الانتخابات سيكون له دور مهم في هذا الاختيار. تعرفون الصراع بين الكتلة الصيدلية وبين الأخ المالكي، الصراع يعود إلى سنوات إلى الوراء، مرة كانوا حلفاء، حكومة 2010 صارت بحلف بين التيار الصدري وبين الأخ المالكي، تحالف صار ثنائي، الأخ السيد الصدر طلع من تحالفه مع الآخرين اللي هو كان تحالف يمكن الائتلاف الوطني أو فتش من قبيل، ولوحدة طلع و تحالف مع المالكي لتشكيل الحكومة، وكان أساسي وظلت فترة شراكة قوية لتلك الحكومة، بس بعدين صار خلاف، وهذا الخلاف تعمق، جزء منها صارت ربما إساءات شخصية في هذا الإطار، تعمقت جذورها. ما ممكن العملية السياسية تصير رهينة للنزاع الشخصي، لا يمكن، ومن غير الصحيح الناخب يكون هو يضيع في هذا النزاع الشخصي، هذا يريد يكسر هذا وهذا يريد يكسر هذا، هذا غير صحيح، مع احترامي للاثنين، احترامي لهم، كل من له رؤية وكل من له طموح وكل من ربما يعتقد الآخر بشكل ثاني، بس هاي عملية انتخابية كلهم موجودين. بالأخير أنا أتعامل مع الآخر بمقدار ما يعطي من نفسه، بمقدار ما يعطي للثوابت اللي أنا متبنيها، وأكو بيناتنا ثوابت كافية أن نعمل معا في هذا الإطار. جيد. مصادر ذكرت أنه الصدر لديه قائمة لأربع رؤساء، يعني يتم اختيار واحد من هؤلاء الأربعة. الدكتور حيدر العبادي اسمه مطروح من ضمن هؤلاء الأربعة، لو ما عندك معلومة عن الموضوع. أنا ما مطلع ولا أدري أكو قائمة لأربعة أشخاص أصلا، ما عندي خبر. حصرا ائتلاف النصر رئيس الوزراء يأتي حصرا من ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي أقصد. ما عندي خبر بهذا الإطار، بس أنا أدري أنه اسمنا متداول ضمن الأسماء الأخرى بشكل عام، وهم بالأخير لا يستطيعون أن يهربوا من الجمهور، ويعرفون بالساحة أكو أسماء مطروحة، أكو بالساحة أكو رغبة، أكو من هي الشخصية القادرة على أن تحدث تغييرا في العراق، أن تدخل العراق، تأخذ بالعراق، تقوده من هالمرحلة إلى مرحلة أفضل. يعني عفوا عذرا المقاطعة، ماذا عن حظوظ الفتح في رئاسة الوزراء؟ هل يمكن أن يحقق ذلك الدكتور العبادي؟ هل السيد العامري في 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 هذا المجال أم هذا غير مطروح؟ أنا ما عندي خبر أن الأخ العامري مرشح، حسب معلوماتي الخاصة أنه هو لا يطرح اسمه بعد لترشيح رئاسة الوزراء، ليس له هذا المنحة ولا الفتح الذي ما هذا المعنى، بس بكل الأحوال أنا لست ضد الأخ العامري إذا كان يتصدى للموقع وضمن تحالفات سياسية كل شيء ممكن، أنا لست ضده بصراحة، إذا كانت هناك تحالفات سياسية تؤدي لهذه النتيجة نحترمها، نحترم هذه النتيجة. طهران وواشنطن هل سيكون لهم أيضا الدور الأكبر في اختيار رئيس الوزراء أم ماذا؟ أصور واشنطن نفوذها هواي أضعف عن السابق،
أضعف بكثير من ضعف لو أضعف لا هم أضعف من يعني تعرفون واشنطن أيام كانت هم جيش قوي في العراق 170 ألف جندي وهم يديرون الملف الأمني في العراق لم يكن لهم النفوذ الأول في اختيار الحكومة واختيار رئيس الوزراء تذكرون نعم لهم نفوذ بس ليس الأول إنما كان غالبا تحدده مجموعة أطراف أولا القوى السياسية اللي مشتركة بالعملية السياسية واللي انبثقت من الانتخابات الأمر الثاني مرجعية النجف كانت تتدخل في تلك المرحلة في عملية الاختيار مرجعية النجف إلى أي سنة تدخلت؟ إلى حد 2014 طيب. في لأنه رسالة السيد السيستاني المعلنة تم نشرها في 2014 أن تغيير رئيس الوزراء بسبب دخول داعش الفوضى اللي حصلت وتهديد الوجود للعراق يجب أن يختار رئيس وزراء جديد حسب ما كتب يقوم بثلاث مهام الأول محاربة الإرهاب الثانية محاربة الطائفية الثالثة منع تقسيم العراق طيب. هذه ثلاث مهام وأنا على ضوءها تم اختياري رئيس الوزراء في تلك الفترة المرجعية بعدها لم تتدخل في هذا الإطار ولكن كان بالسابق لها دور مو دور تختار الشخص أكو فرق إنما دور ضمن عملية الصراع تعطي توجيهات وترسم خط طريق خط مسار لطريقة الاختيار والوصول إلى نتيجة في هذا الإطار اليوم المرجعية شو موقفها؟ استبعد بعد تتدخل في عملية اختيار رئيس الوزراء استبعد جدا إلا ضمن طرح شروط عامة لهذا الاختيار وهذا يعملون عليها هم يؤكدون أنهم مسافة واحدة مع الجميع هم أيضا حذروا في السابق من أن يكون المقاتلين أو السياسيين يستخدمون المقاتلين في العملية الانتخابية وفي العملية السياسية لأن المقاتل مهمته يحمي البلد مو مهمته يحمي الأحزاب وحكدوا في خطبهم عدة مرات في هذا الإطار وأظن عندهم قلق من هذا الموضوع من زج الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية عندهم قلق كبير في هذا الموضوع فباقي الدول إيران لها نفوذ كبير أنا أكد بذلك لأن عندها نفوذ كبير على بعض الجهات الحزبية في العراق أو جهات كثيرة سواء كان وأنا أكد هنا البعض اللي يصور أنه إيران فقط عندها نفوذ على الجهات الشيعية بس عندها علاقات متينة مع جهات سنية وجهات كردية أيضا وهذا معروف أيضا طيب ما زلنا نتحدث في ما يخص رئاسة الوزراء خلينا نرجع شوية بالحديث إلى الكتلة الأكبر فيما يخص الكتلة الأكبر ما حقيقة التحاق السيد العبادي والسيد الحكيم أو نوايا للالتحاق نوايا أكيد الالتحاق التحاق السيد العبادي والسيد الحكيم بالسيد الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات لحد الآن لا يوجد مثل هذا البحث لحد الآن ونحن نقف مسافة واحدة من جميع الكتل الأخرى لحد الآن وننتظر نتائج الانتخابات وموقف الكتل الأخرى جد قريبة من منهجنا احنا منهج دولة نريد نبني دولة هاي الدولة يكون دولة قوية أقوى من الأحزاب شو يعني نبني دولة يعني شنو نبني دولة شنو اللي نسويه شنو اللي تحتاج الدولة اليوم نحتاج أولا عدة قضايا أولا يكون القوة حيادية القوات الأمنية ما تابع الأحزاب يصير ولا تابع الجهات عدم تسييس الملف الأمني قوات الأمنية اليوم تابع لجهات وأحزاب ليش أكو تدخل يعني الآن طرح 30 ألف درجة في الفترة الانتخابية للحشد الشعبي هذه مو إساءة للحشد مو تسييس للحشد تقصد إعادة المكسوخة عقودها إيه ليش الآن في فترة انتخابية لا هي موجودة في الموازنة وصارت أيضا قضية قرار يعني تلزيق واحترضنا عليه في الجماعة الخاصة وأنه هي بالأخير تعال أنت ما حليت الأصل أنت اعطيت راتب بس ما شهرين الآن وما تقدر تسويها لأنه ماكو موازنة لأن هذه أموال حدود 450 مليار دينار إضافي كل سنة تكون تضيف زين أنت عندك إمكانية تضيفها فإذا واضح بس مشيتها شهرين وفترة آخر الأيام اللي تسبق الانتخابات شنو الغاية من هذه؟ واضح استخدامها منك يعني تنطي انطباع العام حتى لو هو يقسم ألف يمين تنطي انطباع العام استخدام الملف الأمني والحشد في العملية الانتخابية وهذه إساءة العملية الانتخابية ضد وجه المرجعية ضد خطنا المتفق عليه لا يجوز أن نزج بالمنظومة الأمنية العراقية في الصراع الانتخابي لأن تحمي كل البلد هذا رقم واحد رقم اثنين
أكو موضوعات متعلقة باستقلالية الدولة، قرار الدولة، سيادية الدولة، هل هو قرار عراقي أو قرار يخضع لدول خارجية سواء كان محور دولي أو محور إقليمي. لازم المصلحة العراقية هي رقم واحد. نعم العاقل يأخذ حساب المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، بس مو تخضع قرارك له. فرق بين تخضع قرارك له وتأتمر بأمره وبين أن تأخذ بالحساب ضمن حساباتك الداخلية، يعني هذا مطلوب. ولهذا إحنا رفضنا، أنا شخصيا رفضت أي شرط يوضع أنه المرشح القادم لرئاسة الوزراء يكون أكو رضا عليه إقليمي أو دولي. قلت لهم أنتم ترهنون بهالطريقة إرادتكم، إرادة الدولية والإقليمية، خو أنت خيارك العراقي، خو المجتمع الدولي والإقليمي يجب أن يستجيب بالأخير على خيارك العراقي. نعم يجب أن يكون شخص وطني له القدرة عن أن يقود البلد، له الخبرة والمعرفة في هذه القيادة. ضمن هذا الإطار أنا أتصور نستطيع أن نعبر هذه المرحلة. يعني التدخل الأجنبي في البلاد تابع لنا، ماكو دولة تجي تحط سلاح على راسك وتجبرك، ما عندها، ما عندهم جيوش، ما عندنا جيش اجنبي بالعراق ولا عندنا قوه اجنبيه في العراق. فاذا العراقيين ايش قد احنا مستعدين نتنازل عن قرارنا الوطني لمصلحه دوله خارجيه. هذا يعود لنا ترى بالاخير. طيب دكتور حيدر، خلينا نروح الفاصل وبعدها نرجع نتحدث فيما لدينا من محاور وملفات. مشاهدينا الاكارم، فاصل قصير ثم نعود اليكم، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، نعود إليك دكتور حيدر العبادي، أجدد بك التحية والترحيب. قبل الفاصل تحدثت بنقطة مهمة، يعني ما أعرف نقطة غريبة، ألا وهي أنه موضوعة استخدام المفسوخة عقودهم من قبل الحشد الشعبي وإعادتهم بهذه الفترة على لسانك تدخل بالدعاية الانتخابية، بمعنى آخر أنه استغلال أصبعهم انتخابيا وإلى آخره. لكن موضوعة أنه فقط رواتبهم تصرف، رواتب الحشد اللي رجعوهم المفسوخة عقودهم تصرف لمدة شهرين فقط، هذا اللي أفهمه من حديثك؟ يعني بعد الشهرين اللي رجعوهم ما راح تصرف لهم رواتب؟ هذا معلن، يعني هم أعلنوا من التخصيصات سحبوها من انفاق الحشد الحالي اللي هو يكفي شهرين فقط. التخصيصات الاخرى غير مخصصه لحد الان، هم يعترفون بذلك يعني علني. وانا اقول مو الحشد، انا اقول اكو كتل سياسيه تستخدم الحشد لهذه النتيجه. يعني تستخدم يعني عواطف المقاتلين من اجل ان تكسب اصواتهم بالانتخابات. استخدامهم او تلاعب بعواطفهم، دخول الفصائل الى الحشد، هذه بداية جديدة في أي خانة نقدر نحطها؟ لا هي مو ليس كلها جديدة. تعرفون حتى لما الموازنة تم التصويت عليها ادعوا بعض السياسيين يريدون يستفيدون من الحشد انه احنا مشيناها، طلع كذب، ما مشيها، ما لم تمرر في الموازنة في وقتها، ما قدروا، اموال تخصيص ماكو. فالان قبل الانتخابات ادعوا انه راح يرجعوهم، بس يدرون تخصيصات ماكو بالموازنة، لم تحدد بالموازنة، وانما ميزانية الحشد بقت لانه ما انفقوا اكو اموال، معناها تخصيصات اضافيه نعطيهم واموال اضافيه راح يوفروا لهم رواتب فقط شهرين. هذا اعلان هم اللي ذكروا. على ذكر الحشد، خلي نبقى بالاطار الامني، قائد عام اسبق للقوات المسلحه الدكتور حيدر العبادي، الى اي مدى تذهب بتأييد دمج الحشد الشعبي كما نسمع عنه؟ الى اي مدى تذهب بتأييد دمج الحشد الشعبي بالوزارات الامنيه؟ هذا الموضوع مطروح حتى في زمن ولايتي بقوة، وأنا اختلفت مع هذا الموضوع، أنا ضده لسببين. أقول كنت أقول لن نضيف جديد إذا أضفنا الحشد إلى القوات الأمنية. الحشد شيء مختلف، له طريقة ثانية، أكو نوع من الحماس، نوع من الشعور العالي باستعداد التضحية، هذا نحتاجه. إذا دمجت بالقوات الأمنية راح تخسره، راح الذوبة ما إلا وجود حقيقي راح يصير، وبالتالي راح تسيء للقوات الأمنية نفسها. ليش ما نقول مقاتل بالعكس؟ لا المقاتل خوي تقدر الجيش يطلب متطوعين ويزيد عدده إذا نحتاج فعلا الجيش. إحنا نحتاج جيش إضافي، لو نحتاج نوع آخر، مثل ما تقول لي تعال مكافحة الإرهاب دمجه بالجيش، أقول لك خطأ، لأن الجيش هذا تدريب عالي، هذا إلى مهمة خاصة، الجيش مهمة عامة. لما الدمجة تسيء للجيش والسيء لقوات مكافحة الإرهاب، نفس الشيء للحشد. أنا مع إبقاء الحشد حشد إلى هوية خاصة، بس مع ضبطه، مع احترام المقاتلين،
لا يتلاعبون بالمقاتلين لأهداف سياسية، والمرجعية أكدت لا يستخدمون المقاتلين لأهداف سياسية. وللأسف الكتل السياسية طامحة وعندها طمع، مستعدة للأسف بعضهم يسيئون للحشد من أجل مصالح ذاتية، وهذا اللي يحصل في بعض الحال. إحنا ضد هذا، كما أكو يسيئون للقوات الأمنية للجيش وحتى للشرطة من أجل مصالحهم. شلون تم تلاعب بالحشد لأغراض سياسية؟ كما صار تلعب بالجيش أيضا. يعني ماكو يأثرون على الجيش يوم الانتخابات، قبل الانتخابات يعطوهم أراضي ويعطوهم قبل، يعطوهم مصالح ورتب حتى يصوتوا لهم. هذا استخدام سيء. الجيش لكل الناس، ليس فقط لمن هو في السلطة أو له نفوذ في السلطة، سواء كان وزير أو كان رئيس وزراء أو كان أي موقع آخر. لهذا تستخدم في هذه الأماكن. أنت لمن عندك نفوذ وعندك صلاحية قرار لا يجوز، سواء كان رئيس الحشد ما يجوز، إذا عنده قائمة ما يجوز يستخدم إمكانات الحشد لمصلحة قائمته، ما يجوز، أعتبر هذه خيانة بصراحة. وإذا رئيس الوزراء عنده قائمة أيضا ما يجوز يستخدم قائمته أو إمكانات البلد لقائمته، وهكذا الوزراء الآخرين. طيب دكتور حيدر العبادي، حديثنا بإطار الحشد والحديث الأمني أخذني لموضوع سابق، ألا وهو جرف الصخر تحررت في عهدك. ليش تحولت إلى عقدة؟ ليش تحولت جرف الصخر إلى مشكلة؟ شنو اللي يجري في جرف الصخر؟ أنا هذا السؤال سألته ما حصلت عنا جواب بصراحة، أكون صريح وياك. شنو اللي جاي يصير بجرف الصخر اللي هي أصلا مثل ما قلت تحررت بعهدك؟ بالطبع جرف الصخر لها قصة خاصة، وهي أول عملية اللي كسرنا بيها ما يسموها أسطورة داعش. داعش كانت أسطورة ما حد يقدر يقارنه. أول عملية اللي هي جرف الصخر شفناها تقر، دواعش هربوا، قتلوا وهربوا، هربوا راحوا للأنبار وراحوا إلى سوريا. فهذه عملية مهمة. قيمة جرف الصخر، أن جرف الصخر كانت تستخدم لقطع بغداد عن الجنوب، وهي خطورة جرف الصخر. وداعش كانت عندها مشروع وبدت خطوات لفصل الجنوب عن بغداد، ولو فصل الجنوب عن بغداد معنى تقسيم العراق، العراق لم يعد دولة. ولهذا أهمية إعادة جرف الصخر هو هنا. المشكلة وين صارت؟ المشكلة اختلطت الأمور واختلطت المصالح. أولا أكو خوف حقيقي من عودة الإرهاب إلى جرف الصخر، فأكو مقاومة ومعارضة من كثيرين سواء في بابل أو في المحيط في تلك المناطق من عودة العوائل أو عودة الناس خوفا من عودة الإرهاب. وأنا أصور هذا غير صحيح، بدليل شوف الأنبار، شوف الموصل، عاد الإرهاب؟ لأن الموصل والأنبار تقدر أن تميز عن باقي العراق من ناحية عدم رغبة الناس بالإرهاب أو وقوفهم ضد الإرهاب، عادت، في حين الموصل كانت عاصمة داعش، تدري الناس مباشرة لم يعودوا مع داعش ولم يكونوا أصلا هم مع داعش. هذا واحد. والأمر الثاني أكو مصالح اقتصادية، مصالح خاصة، منظومات صارت، منصولات، مصالح خاصة. هاي تتحدث بجرف الصخر بمناطق كثيرة. هذا ما يريد يتنازل عن الموضوع. شنو المصالح الاقتصادية بمناطق محررة مثل جرف الصخر مثلا؟ لا، في مزارع، في موارد، في أراضي، في يقوم بعمليات ما حد يدري بيها في هذه المناطق. يعني في مثلا هسه في نينوى في الأنبار، بس للأسف حتى السياسيين دي يستخدمون الآن الإمكانات، سواء إمكانات الحشد في نينوى. أنا ما أتكلم في خط الشيعة، ترى حتى السنة نفس الشيء، السياسيين السنة يفعلون نفس الشيء، هم دخلوا في الحشد ودخلوا في نفس الإطار ويستخدمون إمكانات الدولة وتنظيم الناس في الحشد من أجل مصالحهم، يدخلون عناصرهم، يمولون نشاطهم الانتخابي. هذا يعتبرها جريمة، وأنا أدعو مفوضية العليا الانتخابات أن تحاسب. هم يقولون طول أدلة، أقول لهم أنا يقول الإنسان اللي ما عندي منصب بالدولة راح أشوفه علنا قدامي من خلال لافتاتهم، من خلال إعلانهم، من خلال أعمالهم. ما معقول المفوضية ما عندها أذرع وما عندها أعين حتى ترصد هذا الموضوع. طيب رجعنا للانتخابات، لكن عدنا بالدعاية الانتخابية. المال السياسي اليوم يبدو مؤثر أكثر من أي وقت مضى، يعني كيف يمكن أن يؤثر ذلك على نزاهة الانتخابات القادمة؟ هذا المال السياسي، ومن أين يؤتى ويستحصل هذا المال السياسي الكبير؟ الصور يؤثر كثيرا، لأن تملك الدعاية، تملك النفوذ، تملك شراء الثمن، تملك شراء الأصوات. هذا خطر. إذا أردنا نظامنا الانتخابي أن يسير في هذا الصوت، هاي مو ديمقراطية، هذا الصراع لبقاء الأقوى والأكثر قدرة على إنفاق المال والحصول على المال. الأمر الثاني صحيح، من أين أتى هذا المال؟ شخص لا يملك شيئا أو يملك القليل، وفجأة خلال سنتين في منصب يصرف ملايين،
من أين راتب لا تأتي بهذا المنك حسب الراتب مدة 3 سنين 24 شهر لا تأتي قد يكون الراتب حتى لو تفترض 10 ملايين 10 ملايين دينار قد يأتي ليس مبلغ كافي فقط لتغطية اللافتات فقط. فهذا سؤال حيوي، هل هذا يؤخذ من الدولة فهي خيانة ويتجاوز على المال العام؟ إذا زين أنت المفروض حامي البلد في موقع مسؤول، أنت تسرق البلد، إذا كيف نمنع الناس من أيضا يمدون أيديهم إلى المال العام؟ إذا كان المال خارجي هذه فت ترجع أكبر بصراحة، معناها الأجانب يتحكمون بنا، معناها الدول اللي عندها أطماع بالعراق، اللي عندها شيء بالعراق، مشروع بالعراق، كيف أنت تسمح لنفسك تمد إيدك؟ طيب. إذا أنت تمد إيدك للمال منهم ستقف بموقف وطني ضد تدخلهم في شؤوننا؟ دكتور، هذا المال السياسي يؤخذ من الدولة لو يأتي من الخارج أم الاثنين معا؟ أظن بعضهم يأخذون الاثنين من هنا وهنا. وبالمناسبة يصرفون قسم من هذا المال لأن يستلمون أموال هائلة، ويصرفون قسم من هذا المال على الانتخابات والقسم الآخر لشؤونهم الشخصية. وهذه مشكلة، أن أنت تثر على حساب المال العام وعلى حساب مصالح الوطن. هذه مشكلة حقيقية بصراحة، وأنا أقول يجب مع اجتماعنا بالمفوضية ذكرنا هذا الموضوع. وذكرنا أكو إنفاق غير واضح، غير معقول، فيجب أن تتابعوا. قالوا ليس لنا الإمكانية، مو معقول أكو إنفاق واضح تقدر تشوفه أصلا، طريقة إنفاق وطريقة إعلانات وطريقة إعطاء رواتب لما تحسبها لا يمكن أن يحصل عليها إنسان عادي من خلال رواتبه. هسا أكو بعض رجال الأعمال مرشحين الانتخابات ربما لديه مال، بس أكو الآخر مو رجال أعمال، يعني هو موظف بالدولة أو مسؤول في الدولة، من أين أتى بهذا المال؟ هذه إذا ما نوقف عندها والجماعة دي يحولوها عرف مقبول ما حد يسأل، والكثير دي يشاركون بها. بالأخير أنا أدعو السياسيين فعلا أن يعني هي دعوة بس يحتاج إلى جهات رقابية أن تفرض وجودها. جهات الرقابية بالعراق أصبحت ضعيفة للأسف أمام تغول فساد من هذا النوع. طيب خلينا ننتقل لملف استبعاد المرشحين. تؤيد قوائم استبعاد المرشحين التي تصدر من المفوضية بين الحين والآخر، وما حقيقة ما يقال أنه البعض من هذه الأمور هي مسيسة أصلا؟ أكو مرشحين يدخل بالإطار يعني اللون الفاسد، أنه مرشح فاسد، لكن هنالك صعوبة في استقصاء أو استبعاد عن الانتخابات. أنا غير مطلع على تفاصيل الاستبعاد وما هي أسباب والتحقيقات المفوضية التي أدت بالاستبعاد. بس إحنا حذرنا المفوضية عدة مرات، يجب أن تقف مسافة واحدة. طريقة المفوضية بهذا الإطار يجب أن تكون، يعني صارت سابقا أكو تغيير لموظفي المفوضية في الموصل، تم اتهام جهة معينة وتوقيتها كان يثير شبهة، وطريقة تغيير أيضا موظفين في كركوك في مناطق أخرى أيضا أثارت استغراب وأثارت شبهات. نعم بعض الأحيان أنت يجب أن تتخذ إجراء لقضية إدارية وقد تصب في جانب سياسي، بس يجب أن تكون حذرة. أنا ما عندي اطلاع على هذا الاستبعاد. طيب. بس أنا معك، أجد مرشحين ظاهري الفساد وفاق غير طبيعي ويقومون باستخدام المال العام علنا، يطلع بالفيديو يشوف مؤسسات حكومية تشتغل إلى في حملة انتخابية ولا يتخذ إجراء تجاههم علني، هم من يشوفوا فيديوهات. هذا بالطبع أنا أقول كيل بمكيالين، أنت ما يصير فقط عاقب الضعيف اللي ما عنده ظهر، الآخر ما تعاقبه يعني لو تعاقب لو ما تعاقب. طيب. يعني هذه بصراحة أضر، أنت لو ما تعاقب أفضل، أما فقط تعاقب الضعيف وتترك القوي صار مو عدالة. مرة تقول ما أقدر أحاسب أحد، طيب مرة تحاسب قسم ما تحاسب الآخر. طيب دكتور، دخلت الانتخابات في تحالف مع تيار الحكمة، سؤالي لماذا وقع الاتفاق مع هذا التحالف بالذات، مع هذه الجهة بالذات؟ يعني مثلا ليش ما صار اتفاقكم مع تحالف الفتح أو الصدريين؟ يعني شنو الغاية من توجهكم للحكمة؟ يعني هناك جانب ذاتي لدينا تفاهمات، أنا بيني شخصيا وبين السيد عمار الحكيم تفاهم جيد وتفاهم في مختلف المحاور، حتى بعض الأحيان بدون تنسيق بيننا نصدر موقفا معينا قريبا بعضنا البعض، فإحنا ما منسقين ولا متداولين الفكر، معناها أكو متبنيات، هاي تعني أكو متبنيات مشتركة.
أولا نحن ليس لدينا ميليشيات أصلا، لا سيد الحكيم متهم لدي ميليشيا ولا أنا متهم لدي ميليشيا. شيء ثاني، ليس لدينا ما تسمى لجان اقتصادية تبتز وتهدد. قد أكو اتهام بمصالح اقتصادية معينة، أنا ما أخفي لأشخاص قد مرتبطين بنا بشكل عام، ولكن لا تصل إلى مثل البقية. البقية رسمي عند لجنة اقتصادية تهدد وتبتز وتحاول أن، هذا إحنا ما موجود عندنا، ما موجود هيك أذرع. موجود النصر أو الحكمة ما عندهم لجنة اقتصادية أو مكتب اقتصادي أصلا، ما عندنا بهالمعنى، ما عندنا. قد أكو أفراد منتسبين لنا أو يحسبون علينا عندهم مثل هذا النشاط، بس فشي رسمي ما عندنا. فأكو التقاء في هذا الجانب، نريد نحمي الدولة، نريد نبني دولة، نريد نأسس دولة، هذا أكو مشترك. نريد قرار عراقي، قرار عراقي ما مرتبط بهذه الدولة أو تلك، مع أنه اثنين عندنا علاقات طيبة مع الإقليم وعلاقات طيبة مع المجتمع الدولي، اثنين عندنا. فبس نريد قرار عراقي عراقي خالص عراقي ضمن المصلحة العراقية. فأكو هناك تقارب كبير في الأمور دفعتنا إلى أن نتفق. بصراحة الأمر الآخر، أنا شخصيا ربما كثير من جماعتي في النصر كانوا يفضلون أن يبقى النصر وحده. عندنا خصوصية كنصر. سبب؟ يقول لك عندك خصوصية، عندك شيء، إذا تتحالف مع غيرك راح يأثر عليك هذا التحالف. طيب. نعم، من الناحية الشخصية كلامهم صحيح. بس من الناحية الواقعية إحنا نريد نبني تحالف أكبر. نريد نأثر على المسار السياسي في العراق. نريد نسوي تغيير، وحدنا ما نقدر، وحدك ما تقدر. كنت تتفق، كنت تبني الآن لبنات الاتفاق المستقبلي مع الآخرين. هاي لبنى أولى سويناها حتى نتقرب على الآخرين. إحنا مسافة واحدة مع الإخوة الآخرين في الكتل الأخرى، وننتظر نتائج الانتخابات ومواقفهم حتى نقرر ما هو التحالف الأكبر الذي يشكل بعد الانتخابات لتشكيل كتل أكبر. تحتاج كتلة أكبر، ما يصير نكرر مع 2018 ضيعوا علينا الكتلة الأكبر، وصار اتفاق بين كتلتين ومشوا الموضوع. رح نرجع نفس الحديث دكتور، من الأقرب لكم في تشكيل الكتلة الأكبر؟ هو أظن ننتظر نتيجة الانتخابات. نعم لدينا تقارب مع كل الكتل تقريبا، ولدينا تفاهمات جيدة، بس بالأخير راح يعتمد على موقفهم وراح يعتمد على نتائج الانتخابات. اليوم شلون تشوف أداء السيد مصطفى الكاظمي؟ أتحدث مع رئيس وزراء أسبق واللي حقق من نجاحات في ملف العلاقات الخارجية. أنا كان عندي حديث معه قبل 3 أيام. مع من؟ مع الأخ الكاظمي، وفعلا شجعت على هذا المنحة، وكان كلام واضح. قلت له أخو تدري أنا بديت هذه العلاقات، بس أنت بنيت عليها بشكل جيد، يعني استمريت في هذا الإطار وبنيت بها بثقة، يعني زيت الثقة. أنت لما بديت بشيء يحتاج إلى تكملة. ربما سابقا صار خلل في هذه العلاقة بعد فترة، بس الآن أعيدت مرة ثانية. هل تحسبها لك؟ هو ما ينفي الرجل انه انا بديت كسر هذا تعرفون لما بديت اليوم يسلط الاضواء على سيد الكاظم. هو رئيس وزراء بالتاكيد، هو الكاظم، يقال انه هو الكاظم اللي يقوم بهذه الادوار الان. لا هو طبيعي هو يقوم بهذه الادوار، يعني تحقيق هذه المشاريع هو من حققها. قصدك العلاقه مع دول الجوار؟ العلاقه مع دول العالم، دول الجوار. بس تدري في وقتي صار العراق هو محور الاهتمام الاقليمي والدولي. خليت العراق هو المحور في هذا الاطار. نعم كنا مشغولين بمعركه داعش، وبالتالي كان علينا أن ننقل إلى مرحلة أخرى أكبر. لو تتذكر مؤتمر الكويت لدعم العراق كان مؤتمر كبير، وحضرت به كل الدول المحلية وأيضا المجتمع الدولي لدعم العراق. فنجحنا أن نخلي الوضع الدولي يقف معنا حتى في مسألة الخلاف مع الإقليم في الاستفتاء. خلينا المجتمع الدولي يقف معنا لأول مرة، يقف مع بغداد ليس مع مشروع التقسيم في هذا الإطار، وهذا نجاح عراقي. نعم الأخ المالكي عنده، الأخ الكاظمي عنده جهد في هذا الإطار، جهد مشكور وتابع، وأنا أشجع. هو الآن رئيس وزراء، هو يقود هذا العمل، بس بالأخير ماكو خلاف بيني وبينه على هذا. هو يعلم، ولئن كان هو رئيس جهاز المخابرات وكان جزء من الحملة الانفتاح على دول الجوار ويعلم بذلك، وكان جزء من هذا المشروع وجزء من هذه الحركة اللي أكملها بشكل جيد، أعتبر هذا نجاح. تفقوا عليك في فترة ولايتك؟ بصراحة بعض الأحيان أكو اتفاق باتفاق مصالح، وأكو يصير اتفاق بتناقض مصالح. يعني أنا بصراحة بالتأكيد صار بالتأخير تفاهم أمريكي إيراني على تغيير رئاسة الوزراء في 2018. ما صار هالشكل عشوائي، لأن أكو مشكلة صارت. هالمشكلة مصلحة الطرفين تقتضي أن يحلون هذه المشكلة، وهذا اللي صار في 2018.
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي، أنا أشكرك الشكر الجزيل، شكرا جزيلا لك مرة ثانية. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن إصغائكم والمشاهدة. إلى اللقاء.